السلام عليكم متتبعي قناة ام ليفن تي في مباشرة من مدينة دوسلدورف. احنا اليوم كما كتشوفوا في السينما ديال بامبي في وسط المدينة، واليوم كاين الفيلم ديال بيرسيفيرونس. هو الفيلم ديال المخرج أستاذ محمد جبل حبيبي، واللي غنكون فيه انا غنمثل فيه، كيتسمى الفيلم بيرسيفيرونس. بيرسيفيرونس واحد الفيلم كيهضر على كفاءات مغربية اللي جاو ألمانيا، إما درسوا سرا وقرايتهم ولا داروا مشاريع هنايا، وكيحاول يبين واحد الصورة إيجابية على الجالية المغربية اللي دارت واحد الحاجة زعما نقولوا إيجابية، اللي درسات وزادت القدام ونجحت في الأحلام ديالها، وكيحاور بزاف ديال الناس في مختلف المجالات. اليوم إن شاء الله 20 شهر 3 2022، مع الساعة الثانية إن شاء الله غادي تنشر الفيلم مباشرة من سينما بامبي. والحمد لله كنشرف أنا نبيل كيساني من قناة ام ليفن تي في الفيلم ديال الأستاذ جمال حبيبي، وإن شاء الله نتمنى نخلي لكم واحد المقاطع من الفيلم، نحاول نصوروها نفوس السينما ونموطيوها لكم باش تشوفوا الفيلم كيفاش داير، ونتمنى إن شاء الله يعجبكم. وحنا فخورين بأن الجالية المغربية كتساهم في الازدهار وفي الاندماج وفي التطور تاع المجتمع الألماني. وهذا الفيلم هذا داخل في اسبوع لا فرانكوفوني، هي دي فوخ دي فرانكوفوني ان دوسلدورف. شاركوا فيها افلام ماشي من المغرب، من كندا، من بلجيكا، من فرنسا، ومن سويسرا. والحمد لله المغرب هو بلد هو اللي كيتكلم بالفرنسيه على اللغه العربيه لغه الام. كنشاركوا بجوج افلام اللي كما قلنا كيعود للشرف للسي محمد جبل حبيبي على الانجاجمون ديالو، ونخليكم ان شاء الله مع بعض المقاطع من الفيلم. وشكرا عليكم، السلام عليكم. تأسست مدينة دوسلدورف الألمانية بتاريخ 14 غشت 1288، وهي مدينة معروفة بالموضة والفن. تقع مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا، وبالضبط على الضفة اليمنى لنهر الراين، وهي ثاني أكبر مدينة بعد مدينة كولونيا شمال الراين. يبلغ عدد سكان مدينة دوسلدورف تقريبا 622,000 نسمة، وذلك طبقا لإحصائيات سنة 2019. وهي أيضا عاصمة إقليم شمال الراين بيسفاليا، وتعد السابعة ضمن كبرى مدن ألمانيا. تم اختيار مدينة دوسلدورف سنة 2018 كسادس مدينة في العالم من حيث جودة الحياة، وذلك حسب تصنيف دراسات الشركة الاستشارية ميرسر. تتمتع مدينة دوسلدورف بجامعة رائعة اسمها جامعة هانريش هاين، والتي تستقبل ما يقارب 25,000 طالب. تبلغ مساحة إقليم دوسلدورف 217 كيلومترا مربعا، منها حوالي 13 كيلومترا مربعا في الجزء الغربي من نهر الراين. دوسلدورف مدينة متعددة الثقافات، يسكن فيها عدد كبير من الجاليات الأجنبية المختلفة، منها على سبيل المثال الجالية اليابانية التي تمثل أكبر جالية بالمدينة، بالإضافة إلى الجالية الفرنسية والسويدية والجالية المغربية التي يبلغ عددها 4,541 نسمة، معظمهم من شمال المغرب، من ضمنهم مغاربة بدأوا دراستهم في المغرب ثم تابعوها هنا في ألمانيا. سنستمع إليهم وهم يحكون قصة وصولهم إلى مناصبهم، ويتحدثون عن تجاربهم في تخصصات متعددة ومتفرعة، ولكل واحد منهم قصة وحكاية. من قسم الترجمة واللغويات والدراسات الثقافية في جرمرسهايم، أنشأ هؤلاء معا مكتب الترجمة اللغوية، ولم يغادروا بعضهم البعض منذ ذلك الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي سقل حسيني علي، من مواليد مدينة فاس بالضبط سنة 1974. من المدة ديال من 2002 قررنا أنا والزميلة عادل أكزناي بأنه نفتحوا المكتب الدولي للترجمة، وهذا من طبيعة الحال هذه الشراكة سببها معرفتي المسبقة به في جامعة جامع صعيد، والحمد لله اللي تكلل بالنجاح، واللي المدة ديال الشركة دي تقريبا 18 عام، وحنا تقريبا شغالين مع بعضياتنا. عادل أكزناي من مواليد مدينة طنجة سنة 1969. خلال دراسة الترجمة في مدينة كامسهايم يوهانس كوتنبرغ أونيفرسيتات تعرفت على الأخ علي صقلي حسيني، وبعد التخرج اتفقنا وقررنا تأسيس هذا المكتب، هذا مكتب دولي للترجمة هنا في مدينة دوسلدورف، على اعتبار أن مدينة دوسلدورف مدينة فيها جالية عربية كبيرة، كذلك فيها قنصلية المغربية. لذلك كنا من الأوائل اللي فتحنا مكتب الترجمة في مدينة دوسلدورف، وخصوصا هنا في إيلاشتخاسة. لما بدأنا كان عدد مكاتب الترجمة لا يفوق الثلاثة، الآن بعد مرور 16 سنة تقريبا أصبح عدد مكاتب الترجمة هنا تقريبا 6 أو 7 مكاتب. اخترنا أنا والأخ علي صقلي إيلاشتخاسة باش يكون فيها المكتب ديال الترجمة، لأن إيلاشتخاسة فيها العديد من الجاليات وفيها العديد من النشاطات المغربية، كما أن إيلاشتخاسة تسمى بالمغرب الصغير، يعني أن وجود الجالية المغربية هنا بكثرة كان هو السبب الرئيسي اللي جعلنا نختاروا إيلاشتخاسة كمقر رئيسي لمكتب الترجمة. مجال الترجمة هو واحد المجال اللي فيه واحد المتعة كبيرة بصراحة، لأنه واحد المجال اللي ما تتعرف شيء فيه الملل، ما تتعرف شيء فيه الروتين، كل يوم تتكون مفاجأة، لا من ناحية شخصية الأفراد اللي تتلقى بهم، ولا من ناحية ديال العمل اللي غادي تقوم به. لا شك لما الإنسان يعيش في الغربة ولا حالة الغربة نفسها هي واحد الحالة استثنائية، مش هي القاعدة، لكن الحمد لله الخزان اللي خداه الإنسان من طفولته وتكوينه جعل الحمد لله الاندماج تم بواحد سهولة بسيطة، وأصبحت ألمانيا بمثابة البلد الثاني ديالنا. الإنسان جذوره وأصوله بطبيعة الحال هي أصول مغربية، ولكن الحمد لله تنتلقوا كل الترحيب وكل التسهيلات تقدمهن المجتمع الألماني. هناك مغاربة قدموا من المغرب لمواصلة دراستهم، وهناك آخرون أسسوا أعمالهم ومشاريعهم الخاصة، وآخرون انخرطوا في مجالات أخرى. سامي شرشيري يقضي حياته في الدراسة بألمانيا، ومن خلالها يتعلم كل دروس النظام والحضور مع الرجال والنساء في الاجتماعات والأنشطة في مجال الهجرة. يتعاون سامي مع المغاربة ويسعى للدفاع عن حقوقهم في كل المجالات التي تهم حياتهم اليومية في مدينتهم دوسلدورف، كما أنه يرتقب أن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة. أنا سامي شرشيرة، مقيم بمدينة دوسلدورف لسنوات طويلة، يعني أكثر تقريبا 30 سنة، وعضو ديال المجلس البلدي لمدينة دوسلدورف اللي هي عاصمة الولاية ديال شمال راين فيسفاليا اللي مقيم فيها حاليا. الجالية المغربية والعربية عامة يعني تفتقد إلى شيء مهم، وهو صوت من وسطها اللي كيوصل الحاجيات ديال هذه الجالية والتطلعات ديال هذه الجالية لصناع القرار السياسي. فأهم خدمة نقدروا نقدموها للجالية المغربية والجالية العربية هو أنه نخلقوا واحد صوت اللي كيوصل الحاجيات ديال المجتمع المغربي والعربي إلى صناع القرار الألمان والمشاركة في هذه العملية ديال صنع القرار. هذه شهرين حتى ثلاث شهور اللي انتخبت بصفة مباشرة إلى المجلس المدينة ديال دوسلدورف،
وفيما يخص الفئه اللي انتخبت عليها فعلا والحمد لله انه كان فيها الكثير لا من المغاربه ولا من العرب اللي صوتوا عليا وساندوني في هذا الامر. ولكن في نفس الوقت كانت هناك كذلك فئه اخرى مثل الالمان يعني العاديين اللي تاهما صوتوا علينا، وكذلك يعني فئه من الجاليات الاجنبيه الاخرى مثل الجاليه التركيه الى اخره. فالحمد لله انه الجاليه المغربيه في دوسلوف تحققت واحد الائتلاف واحد 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 التناغم مع الجاليات الاجنبيه الاخرى اللي قدرنا الحمد لله نصرفوها في انجاز سياسي معين، وحاليا نوصلوا الصوت ديال هذه الجاليات الى صناع القرار في مدينه دوسلدورف. يعني في المانيا احنا كنعرفوا انه للثقافه سلطه في هذه البلاد، يعني البرامج الثقافيه اللي كدير لا فيما يخص السينما ولا المسرح ولا كثير من ولا الموسيقى ولا كثير من المجالات الفنيه لها سلطه في هذا المجتمع الالماني، يعني تقدر توصل بها الى صناع القرار، تقدر توصل بها، تقدر تبلور بها مواقف اجتماعيه الى مواقف سياسيه. المشاركه السياسيه الاجتماعيه الثقافيه في المانيا لا بديل لها، يعني وما كاينش شي طريق اللي كتفوت على هذه المشاركه، لان المجتمع يعني التركيبه ديال المجتمع الالماني كي مبنيه على هذا المنهج، انه المواطن له جميع الحقوق وله جميع الامكانيات وجميع الموارد، ولكن المجتمع مطالب انه يحقق واحد التلاحم بيناته، واحد التكاتف بيناته، ويوحد الصوت ديالو باش يقدر يطالب الدوله بمطالب معينه للمصلحه ديالو. فكل ما المغاربه بقاو متفرقين كل ما الحقوق ديالهم كتهدر، وكل ما الانجازات ديالهم كتكون يعني محسوبه، ولكن الى تلاحموا تكاتفوا يعني على مواضيع معينه فيقدروا يوصلوا بعيد في البلاد الالمانيه ويحققوا انجازات يعني لا تعد. اما عمر الصمادي فقد قدم الى المانيا لمواصله دراسته التي بداها في المغرب في تخصص البيئه، واشتغل في نفس المجال لكنه غير مهنته واصبح استاذا ومدرسا بعد ان انهى دراسته بالتعليم العالي. انا اسمي عمر الصمادي، خلقت في طنجة في حي مصلى عام 1974. واحد السبب الرئيسي اللي خلاني نجي لالمانيا هو اولا عندي العائله، اخت ديالي وخال ديالي هنايا في المانيا، هما شجعوني باش نجي لهنا. ولكن الدراسه في المانيا ماشي بحال فرنسا، حنا مغاربه بالنسبه للغه الفرنسيه ماشي ما عندناش مشكل، ولكن بالالمانيه كان خصني نقرا بعد اللغه الالمانيه. مشيت لمعهد جوتا انستيتوت في طنجة، تسجلت، قريت واحد العام ديال اللغه الالمانيه، دوزت امتحان، اعطوني واحد الشهاده باللي عندي المبادئ الاولى ديال اللغه الالمانيه. صيفطت لي دوموند بزاف الجامعات هنا في المانيا، قبلوني بعض الجامعات وقررت نمشي نقرا في مدينه بوخوم، وبالضبط التقنيه ديال علوم البيئه، لان كانت القرايه اللي قريت في المغرب ديولوجي وسيونس ناتوريل ساعدتني بزاف باش نكمل الدراسه ديالي في هذا الدومين. هذا تقريبا 4 سنين كنت كملت القرايه وشبرت اللي كيسميوها بالالمانيه ديبلوم انجينيور اونفيل تكنيك، يعني مهندس بيئه، مهندس تقنيات البيئه. ملي خديت الدبلوم ديالي يعني صيفطت عاوتاني لي دوموند لبزاف الشركات هنايا في المانيا، واحد الشركه في مدينه كولن، وخدمت معاهم عامين. هاد الشركه مختصه في التصفيه ديال المياه. المشكل في ديك العمل اللي كان عندي هو انني خصني دائما نسافر، يعني السفر بزاف سواء هنا في المانيا او لا خارج المانيا على حسب فين كاين الكليون. بعض المرات كانت نسافر حتى لجنوب افريقيا او لا اوكرانيا او لا يعني العالم كامل، وهذا بالنسبه لي شكل لي واحد المشكل. هذه الخطوه هذه انني نغير المجال ديال العمل ديالي والدراسه اللي قريت فيها سنين، يعني سواء في المغرب او لهنا في المانيا، يعني هاد السنين كلها ديال الدراسه وتغير المجال العمل ما كانش سهل، يعني خممت بزاف، فكرت بزاف، وخصوصا يعني خصك تمشي تقرا مع الناس اللي باقين صغارين
يعني ترجع للجامعة وتجلس وتقرأ وتدوز امتحانات مرة أخرى، يعني بحالي غتعود من جديد. يعني ديك شي ما صراحة هاد الخطوة ما كانت سهلة، ولكن هاد الخطوة ما ندمتش عليها. قريت عامين في الجامعة وحصلت على الدبلوم ديال التعليم باش يمكن نقري في مدرسة ألمانية. انا خدام دابا كان استاذ في مدرسه كنقري الشعبه ديال الرياضيات والفيزياء. نبيل كيساني شاب مغربي سافر الى المانيا لينهي دراسته في التربيه والشؤون الاجتماعيه في مدينه دوسلدورف. كان نبيل كيساني محبا للخير، فقد كان يسعى لمد يد العون للاخرين وتقديم المساعدات لهم من موارده الخاصه، وقد أسس الآن مشروعاً متاحاً للجميع عبر منصة إم ليبن تي في التي تتيح للمغاربة فرصة إسماع صوتهم والحديث عن تجاربهم المتميزة. من جيت ألمانيا بالضبط 2003 كان عندي البكالوريا باك أدبي، كان عندي ديبلوم ديال اللغة كتسمى الداف سنة، وكنت قريت جوج سيمسترات ديال الاقتصاد ليكونومي في جامعه دار المهراز فاس. تمكنت 2006 باش نبدا دراسه علم الاجتماع والسوسيال بيداغوجي، وبديت الدراسه ديالي 2006 ساليتها 2011 بميزه باتشلر هي الليسونس، والحمد لله من 2011 لدابا خدام في هذا المجال اللي واحد المجال زوين ومتنوع وفي افاق كثيره، زعما موازات مع العمل ديالي كان ديال الصحافه. واحد المجال عاد بديت هادي بعض الاشهر والحمد لله لقيت نجاحات كثيره فيه، خلانا نديرو بزاف ديال البرامج، زيارات، رحلات، شراكات، زعما في عالم التواصل الاجتماعي عندنا قناه يوتيوب وعندنا صفحه انترنت، كنحاولوا نعطيو واحد الطبق صحفي ايجابي على الجاليه المغربيه، وكنمثلوها ولا كنحاولوا نصوروا معها برامج وكننشروهم على القنوات ديالنا، وكنبينوا للناس ان الجاليه المغربيه جاليه جد ناجحه ما معطيش ليها القيمه ديالها في الصحافه الالمانيه. حنا اضطرينا كمغاربه حنا ناخذوا هاد البديره وحنا نصوروا برامج مع المغاربه الناجحين باش نبينوا ان المغاربه الالمانيه تبارك الله راه ما واصله. ام ليبن تي في، ام هي ماروكا، نيشس ليبن هي الحياه، اذا الحياه المغربيه. هاد الصفحه بدات 2012 ودرناها باش نبقاو نحطوا فيها منشورات، صور، اخبار، معلومات على المغاربه ديال دوسلدورف، وطورناها بقى كنهضروا على المغاربه ديال العالم كله ولكن خصيصا ديال المانيا. وهاد الصفحه الحمد لله بعد السنوات نقزات من مشارك للمشاركين 120,000 مشارك، ومن شفنا النجاح كبير ومتتبعين كبير والناس مهمين متبعينا اضطرينا نديروا قناه يوتيوب سمينها ام ليبن تي في، وشرينا ليكيبمون الماتيريال باش نبقاو نصوروا، وكنسافروا بزاف وكنديروا بحال كتعرفوا بحال هيسبريس بحال داك الصفحات الالكترونيه قناه يوتيوب ديالنا، كنحاولوا نصوروا برامج وكنحاولوا كما قلت لك ندخلوا في هادشي ديال الجمعيات وديال الثقافه وديال الاجتماع وديال السياسه، والحمد لله واحد التفاعل مع الجاليه المغربيه خلينا نزيدوا القدام ان شاء الله. الجنسيه الالمانيه لا ماشي لابد تكون عندك باش انك تخدم الى عندك اقامه عاديه وعندك حق العمل، ولكن الجنسيه الالمانيه انت كتاخذها ملي كتكون عندك واحد قدامتي في المانيا عندك 8 سنين، اذا كنت عندك خدمه ما كتشدش المساعده من الدوله، عندك مستوى لغوي، عندك عمل ديالك، الى عندك الجنسيه نتايا كتكون عندك حدود وافره باش تلقى عمل، حيت الجنسيه كتخلي المشغل ديالك انه يثيق فيك وانه يعطيك عقد وانه يقدر يخدم معك مده طويله. نسها اسداد شابة مغربية من أصول أمازيغية صحراوية، ولدت في مدينة خنيفرة وترعرعت بين مدينتي مريرت ومكناس ثم مدينة الحاجب بوابة الأطلس المتوسط، إلى أن استقرت بشكل نهائي مع أهلها في مدينة مكناس منذ سنة 2001. هاجرت نزهة إلى ألمانيا سنة 2009 من أجل الدراسة بعدما أنهت سلكها الأول والثاني في المغرب، وهي الآن تقطن في مدينة غاتنكن بضواحي دوسلدورف وتشتغل مهندسة تجارية في نفس المدينة. معكم نزهة أسداد من مدينة مكناس. خلاقيت وكبرت في المغرب، درت الدراسات العليا في مدينة سطات في جامعة الإفستي، وحصلت على ماستر في الانفورميشن سيستم بروجكت مانجمنت،
ومن بعدها عاد باش درت في 2009 درت اللغة باش نجي لألمانيا. وملي كملت اللغة يعني قدمت الفيزا وحصلت عليها وحصلت كمان على مقعد في الجامعة وجيت لألمانيا. من بعدها مشيت لمدينة لودفيكسهافن وتسجلت في الجامعة وقريت الماركتينج واللوجيستيك. يعني من بعد الدراسة ديالي اللي كملتها في 2013 ساعدتني اللغة الفرنسية جدا أنني نلقى أول عمل. ومن بعدها استمريت يعني أي شركة كان مشي نخدم فيها كنكون مسؤولة على المارشي ديال فرنسا ولا ديال شمال إفريقيا. يعني الشيء اللي كيبين بأن اللغات اللي تعلمناها في المغرب عاونتنا بزاف في ألمانيا والحمد لله. الإنسان يعني كأي إنسان فاش كنجيو في الأول كنفكروا بأننا غادي نكملوا الدراسة ديالنا وبأننا غادي نرجعوا للمغرب، ولكن من بعد فاش كيعيش الإنسان في ألمانيا وكيكمل القراية ديالو وكيبدأ يخدم في واحد السيستيم ألماني شوية ديك الفكرة كتبدأ تحيد، لان ما غاديش نقول باللي راه الخدمه في المانيا راه احسن من المغرب، ولكن طريقه ديال الخدمه في المانيا ماشي هي الطريقه ديال الخدمه في المغرب. يعني الانسان الا كانت عنده واحد الفرصه انه يخدم في البلاد ديالو بطبيعه الحال ما غاديش نقول راه خصو يربح نفس القدر اللي غادي يربح في اوروبا، ولكن واخا يكون قل وغادي يكون عايش في البلاد ديالو عايش يعني الاجواء كلها ديال العيد ديال رمضان كاين حدا والديه كاين حدا عائلته. يعني البنات المغربي اللي بغى يرحل راه كيلقى ألف واحد اللي كيعاونوا ماشي بحالنا حنايا اي حاجه كتلقى فيها صعوبات كبيره. يعني يفكر بزاف قبل ما يتاخذ هذه الفكره هذه. وبنادم كيعيش في بلادو ديما كيقول هذه بلادي، يعني ما عمر ما كتجي له ديك الفكره ديال العنصريه او لا شي حاجه. بالنسبه للانسان قبل ما كيجي لبرا يعني كيخرج من البلاد ديالو كل واحد كيكون عنده واحد تصور ولا واحد الفكره على العيشه في الخارج. كاين الحوايج اللي فاش كيجي بنادم كيبقاو كيف ما هما كيف ما تخيلهم الانسان، وكاين الحوايج اللي كيتبدلوا بطبيعه الحال. حنا كنعرفوا بلي كيهضروا على النظام بزاف والنظافه وهذا الشيء، يعني بطبيعه الحال لقيناه. والحاجه الاخرى اللي كنسمعوها هو الحقوق كاينه ولكن خاصك تدافع. يعني واخا كاين الحقوق الا ما مشيتيش جبتي حقك بيدك ولا ما قلبتيش عليه راه ما كاينش اللي غادي يجي وغادي يعطيه لك هكاك. Le film que vous allez voir ce soir, aujourd'hui, c'est une idée qui travaillait beaucoup dans ma tête et je voulais la montrer. Et j'ai trouvé des personnes qui m'ont aidé à le faire, comme par exemple la ville de Kisani, grâce à lui que le film s'est mis sur pied. Et je dis à maman rapidement, ich gebe das jetzt ganz kurz. Er meint, diesen Film hat er schon lange im Kopf gehabt. Er wollte das, ja, die Idee war schon lange da und er hat eben Menschen getroffen, die ihm geholfen haben, diesen Film tatsächlich zu realisieren. Und eins davon ist, Entschuldigung, ich habe den Namen. Nabil Kisani, der auch. Auf dem TV. Ja, der, okay, auf der, YouTube, ja. Und der, genau, ja. Der hat den TV-Sender und der ist auch im Film vertreten und ihm geholfen hat tatsächlich, dass dieser Film entstanden ist.
Il y a un film, dans ce film, il y a Nabucodonosor, il y a d'autres personnes qui vont parler aussi. C'est l'histoire des gens qui viennent, qui sont venus jeunes ici pour étudier et poursuivre leurs études. Et je ne peux pas dire plus, on ne va pas le voir sur le film. Es treten noch mehr Jugendliche auf in dem Film. Da sind Jugendliche, die hier gekommen sind, um zu studieren, um ihr Leben hier weiter fortzuführen. Aber mehr erzähle ich nicht, sie werden alles jetzt im Film sehen. Et pour ne pas oublier, je remercie les personnes qui sont ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je remercie aussi les organisateurs qui ont organisé pour que cette fête, la fête de la francophonie, soit une réussite. Et je crois que c'est une réussite. Et merci beaucoup à vous aussi, parce que pour que les deux films passent ici, et grâce à elle, il a fait un effort très. Il a fait un gros effort pour que ça. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, den Film von unserem Regisseur und Schauspieler Mohamed Jabal Habibi. Es geht darum, dass wir diesen Film präsentiert haben, wie die marokkanische Community in Düsseldorf so fleißig war, studiert hat und auch eine positive Bild über uns darstellt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau wie ihr wisst, Düsseldorf, da lebt eine große marokkanische Community, die auch sehr aktiv ist. Und wir haben uns da ein bisschen Mühe gegeben, um diese Arbeit irgendwie zur Welt zu bringen. Und wir sind auch stolz auf diese Initiative, dass auch marokkanische Filme in deutschen Kinos präsentiert werden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Film. Und wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Anregungen, willkommen. Ja, damit. Bravo. Pour les Marocains, parce qu'on a vraiment connu plusieurs discriminations, que les Marocains méritent d'être vus, d'être connus avec la vraie image. C'est pas ce qu'on dit la guerre. C'est pour ça que je salue vraiment votre initiative et grand merci. Voilà, c'est tout. Merci bien, merci bien. Merci bien. Quitte si vous m'envoyez, je dis leur prenne française et je peux vous. C'est bon, on peut tout faire en français alors? J'espère aussi que ça va être la première fois et pour le futur, on va aussi vous donner beaucoup d'efforts pour vous montrer autre film. Et c'est la première expérience pour moi et pour le monsieur Jabal Habibi de faire ce film. Et Inch'Allah, comment dire en arabe, dans le futur, on va aussi beaucoup bosser, on va beaucoup travailler pour présenter quelque chose de mieux et de montrer une image très positive de la communauté marocaine à la ville de Düsseldorf. Et merci beaucoup à Mohamed Jabal Habibi pour ce travail. Excellent. Merci, merci beaucoup. Si Dieu le veut, on va continuer dans ce chemin pour faire d'autres films qui seront dans le... dans cette qualité-là et de raconter toujours la vérité. Soukran. Moi j'avais une question concernant le oui. Français, puisqu'on a entendu que plusieurs d'entre des personnes interrogées ont dit que le français avait été un atout, même oui. En Allemagne. Oui. Quelle est votre expérience par rapport à ça? Est-ce que voilà, le français a été, vous a facilité certaines choses, même ici en Allemagne? Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'étais en France avant de venir en Allemagne. Mmh. Bon, j'étais en France pendant 25 ans. Mmh. Et après, je suis venu ici. Mes enfants, ils étaient petits comme cela. Je les ai rentrés directement au collège français de Graf-Reckerstrasse. Mmh.
Ils sont restés là-bas jusqu'à Abibac, ils ont passé Abibac. D'ailleurs, un de mes enfants, il est professeur d'allemand à Strasbourg. Voilà. Et d'autres, ils travaillent avec leur... principalement, c'était pour ça. Et quand je suis venu ici et j'ai rentré mes enfants à l'école française, tout le monde, les Marocains ici, là, tout le monde presque, ils n'ont pas voulu que je rentre mes enfants. Ils m'ont dit, vous êtes en Allemagne, vous faites rentrer vos enfants à l'école française, c'est pas possible, non. Il faut les faire rentrer en allemand. Et je leur ai dit non, puisque là-bas aussi, il y a l'allemand. Ils étudient l'allemand et le français. C'est pour ça qu'ils ont eu un bibac. Voilà. Alors c'était un des atouts. Et là-bas, j'ai fait la connaissance de beaucoup de gens, de consulats, des banques, parce qu'ils ont tous leurs enfants à l'école française. Et c'est ça l'acquis. Et c'est de ça, c'est pour ça qu'ils parlent. Mes questions, quand j'ai posé des questions pour le film, ils ont répondu que le français les a beaucoup aidés. Parce qu'ils sont venus du Maroc avec un acquis, qui était le français. Là, on retrouve effectivement l'idée de maîtriser plusieurs langues, dont le français, effectivement, ça permet de pouvoir s'intégrer aussi effectivement pour le travail. Oui, c'est pour ça. J'ai aussi une idée qui trotte, peut-être on va la réaliser un jour, c'est les communautés, par exemple, les Français et les Allemands. Mmh. Un film sur ce sujet. Inch'Allah. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Bien, alors merci beaucoup. Merci, d'être là aujourd'hui et de nous avoir présenté votre film. Je vous invite, pour ceux qui ont le temps encore cet après-midi, au prochain film. C'est le dernier de la série. C'est à 16h30. C'est le film canadien. Et là aussi, c'est une professeure de français pour des adultes qui émigrent au Canada et qui doivent donc